بسم الله الرحمن الرحيم. أيها التلاميذ الأعزاء، أيها التلميذات العزيزات، مرحبا بكم معنا في حصة جديدة من دروس الرياضيات، وهي الحصة الثانية من درس سلم التصميم. حصتنا اليوم سنقوم في بإنجاز بعض التمارين فيها، وهي التمارين تتدرج من السهولة إلى الصعوبة. إذن قبل أن نقوم بهذه التمارين، لا بد لنا أن نعرج على تذكير بما توصلنا إليه في الحصة الأولى، التي بالمناسبة ستجدون رابطها أسفل هذا الفيديو للذين لم يشاهدوها منكم. إذن كتذكير للحصة الماضية، رأينا أن السلم هو خارج قسمة المسافة على التصميم أو الخريطة على المسافة الحقيقية. لإيجاد السلم نقوم بقسمة المسافة على التصميم أو الخريطة على المسافة الحقيقية، ثم الخلاصة الثانية، لحساب المسافة الحقيقية نضرب المسافة على التصميم أو الخريطة في مقام السلم. أركز هنا على مقام السلم. نعم، لحساب المسافة على التصميم أو الخريطة نضرب المسافة الحقيقية في السلم. نعم، لحساب المسافة على التصميم أو الخريطة نضرب المسافة الحقيقية في السلم. ننتقل الآن إلى التمارين. التمرين الأول، تمثل 3 سنتيمتر على تصميم مسافة حقيقية قدرها 15 متر. السؤال يقول: أحدد سلم هذا التصميم. السؤال الثاني: أحدد المسافة التي تمثل مسافة حقيقية قدرها 4.5 متر. ثم السؤال الثالث: أحدد المسافة الحقيقية بالمتر التي تمثلها 5.25 سنتيمتر. نعم، السؤال الأول: أحدد سلم هذا التصميم. إذن سنبحث أولا عن السلم. السؤال الثاني: أحدد المسافة التي تمثل مسافة حقيقية، بمعنى أننا نبحث هنا عن المسافة على التصميم. يجب أن تتذكروا التذكير الذي قمنا به في بداية هذا المقطع. ثم السؤال الثالث: أحدد المسافة الحقيقية. إذن هنا نبحث عن المسافة على التصميم، وهنا عن المسافة الحقيقية. جيد، ستقومون بإيقاف هذا المقطع وإنجاز التمرين، ثم فيما بعد ستقومون بإعادة تشغيل المقطع لتصححوا ولتقارنوا نتائجكم مع ما سأدلي به بعد قليل. هل أجبتم عن التمرين؟ هل كانت أجوبتكم صحيحة؟ هل أنتم متأكدون؟ إذن سنرى ذلك. سنقوم بالإجابة عن السؤال الأول: أحدد سلم هذا التصميم. في التذكير قلنا أن السلم هو ماذا؟ جيد جدا، السلم هو خارج قسمة المسافة على التصميم أو الخريطة على المسافة الحقيقية. قسمة المسافة على التصميم هي 3 سنتيمتر على المسافة الحقيقية 15 متر. ماذا تلاحظون؟ جيد، هنا لدينا وحدتان مختلفتان. إذن يجب أن نقوم هنا بماذا؟ بالتحويل. نعم، إذن لدينا 3، سنقسمها على 15 متر، سنحولها إلى ماذا؟ إلى السنتيمتر، فكم سنجد؟ أحسنتم، نعم، تساوي 1500 سنتيمتر. جيد جدا، إذن 1500 سنتيمتر هنا 3 على 1500. أعيد، المسافة على التصميم مقسومة على المسافة الحقيقية. هنا طبيعة الحال يجب أن تكون بنفس الوحدة. نقوم بعملية قد سبق لكم التعرف عليها، وهي ماذا؟ بطبيعة الحال هي الاختزال. 3 هي 3 في 1،
1500 هي 3 في 500 نختزل بماذا؟ حسن جدا، نختزل ب3 هنا و3 هنا، فكم سيبقى لدينا؟ 1 على 500. إذن السلم هو 1 على 500. أحسنتم يا أبنائي، هل جوابكم صحيح؟ ننتقل الآن للجواب عن السؤال الثاني. أحدد المسافة التي تمثل مسافة حقيقية قدرها 4.5 متر. هنا نبحث عن المسافة على التصميم. كيف نجد المسافة على التصميم؟ تذكروا جيدا. نعم، حسن جدا. لحساب المسافة على التصميم أو الخريطة، نضرب المسافة الحقيقية في السلم. السلم سبق أن تعرفنا عليه في السؤال الأول. إذن 4.5 متر سنضربها في السلم، ولكن هنا لدينا ماذا؟ المتر، والسلم هو بماذا؟ بالسنتيمتر. إذن يجب أن نقوم بماذا؟ نعم، أحسنتم، بالتحويل. 4.5 متر نحولها إلى السنتيمتر وتعطينا ماذا؟ 450 سنتيمتر. إذن سنضرب 450 في السلم، هل تتذكرونه؟ نعم، هو 1 على 500. إذن 450 في 1 على 500 تساوي 0.9 سنتيمتر. إذن المسافة على التصميم التي تمثل 4.5 متر هي 0.9 سنتيمتر. جيد، نجيب عن السؤال الثالث في هذا التمرين الأول. أحدد المسافة الحقيقية بالمتر التي تمثلها 5.25 سنتيمتر. إذن هنا نبحث عن المسافة الحقيقية. كيف نجد المسافة الحقيقية؟ بطبيعة الحال، لحساب المسافة الحقيقية نضرب المسافة على التصميم أو الخريطة في مقام السلم. المسافة الحقيقية لكي نحسبها، نضرب المسافة على التصميم أو الخريطة، هذه المسافة، في مقام السلم. السلم تعرفنا عليه في السؤال الأول كما قلت، مقامه هو ماذا؟ 500. جيد، إذن سنضرب 5.25 في 500 تعطينا 2625 سنتيمتر. نعم، هل أنهيت عملي؟ لا، بطبيعة الحال. السؤال يقول أحدد المسافة الحقيقية بالمتر. هنا يجب أن نركز أن نقرأ السؤال جيدا، لأن فهم السؤال هو نصف ماذا؟ جيد، هو نصف الجواب. إذن هنا لدينا بالسنتيمتر، سنحولها إلى ماذا؟ إلى المتر، ونجد 26.25 متر. أحسنتم. ننتقل للتمرين الثاني. الطول الحقيقي لطريق سيار هو 200 كيلو متر. لديكم هذا الطريق السيار، طوله الحقيقي هو 200 كيلو متر. السؤال، احسب طول هذا الطريق على خريطة ذات السلم 1 على 5 مليون. نريد أن نرسم هذا الطريق السيار في خريطة سلمها 1 على 5 مليون. ما هو طول على التصميم؟ ما هو طول هذا الطريق على التصميم؟ إذن مرة أخرى سأطلب منكم إيقاف المقطع والبحث عن جواب لهذا السؤال. إذن سنجيب عن السؤال الموجود في التمرين. أحسب طول هذا الطريق على خريطة ذات السلم 1 على 5 مليون. نعلم جيدا أنه لحساب الطول على الخريطة أو التصميم نضرب المسافة الحقيقية في السلم. المسافة الحقيقية لها أو الطول الحقيقي لهذا الطريق هو ماذا؟ أحسنتم، 200 كيلو متر. ولكن هنا السلم هنا 5 مليون، هل هي بالكيلومتر أو السنتيمتر؟
نعم جيد، هي بالسنتيمتر. إذا سنقوم بماذا؟ بالتحويل. إذا سنحول 200 كيلو متر إلى السنتيمتر دون الاستعانة بجدول التحويل. بطبيعة الحال هنا سنعزل هذا الصفر، هنا هذا الصفر خاص بالكيلومتر، نضيف صفر هكتومتر، ديكامتر، المتر، الديسيمتر، ثم السنتيمتر. ستعطينا كم؟ 20 مليون سنتيمتر. سنأخذ 20 مليون سنتيمتر ونضربها في السلم، 1 على 5 مليون. إذا ستلاحظون هنا تواجد مجموعة من الأصفار، إذا سنقوم بالاختزال بالأصفار، 6 أصفار، 3 هنا و3 هنا و3 هنا و3 هنا، إذا 6 أصفار. تصبح لدينا 20 على 5، 20 في 1 هي 20 على 5. 20 مقسومة على 5 كم تساوي؟ نعم 4 سنتيمتر. إذا الطول على الخريطة، طول هذا الطريق السياري على الخريطة هو 4 سنتيمتر. نعم ننتقل للتمرين الثالث. يمثل الرسم جزءا من تصميم لمدينة بسلم 1 على 400. لديكم هنا تصميم، هو يمثل مدينة، والسلم الذي اخترناه هو 1 على 400، ولديكم في هذا التصميم المقاييس الحقيقية. مثلا هنا AB هي 28 متر في الحقيقة، ولكن في التصميم لا نعرفها. السؤال يقول احسب المسافات التالية على التصميم. BF، سنقوم بحساب المسافة BF، المسافة على التصميم كم؟ ثم المسافة FE، المسافة FE، وأخيرا المسافة CF مرورا من B، CF من C نحو F. إذن مرة ثالثة أطلب منكم أن تقوموا بإيقاف هذا المقطع وتقومون بإنجاز هذا التمرين، ثم تقارنون أجوبتكم بأجوبتنا بعد قليل. إذن للجواب عن السؤال الأول، أو نجد المسافة الأولى التي هي BF، لاحظوا معي التصميم، المسافة BF في الحقيقة هي كم؟ أحسنتم، هي 20 متر، هي 20 متر. هل سنتركها في المتر أو نحولها؟ نعم جيد، سنقوم بتحويلها. إذن 20 متر تساوي 2000 سنتيمتر. الآن سنقوم بضرب هذه المسافة، المسافة الحقيقية في ماذا؟ جيد، في السلم، 2000 في 1 على 400. نختزل بصفرين هنا وصفرين هنا، هكذا تبقى لنا 20 مضروبة في 1 على 4، 20 مقسومة على 4 كم تساوي؟ هي ماذا؟ 5 سنتيمتر. أحسنتم، إذن المسافة BF على التصميم تساوي 5 سنتيمتر. جيد جدا، نمر الآن إلى المسافة الثانية. المسافة FE، لاحظوا معي المسافة FE كذلك في الحقيقة هي 18 متر. سنقوم بماذا؟ مرة أخرى نقوم بالتحويل، 18 متر في تساوي 1800 سنتيمتر. بنفس الطريقة نضربها في السلم، إذا نختزل كذلك بماذا؟ بالأصفار هنا، تصبح لدينا 18 على 4، 18 مقسوم على 4 تساوي 4.5 سنتيمتر. إذن المسافة FE هي 4.5 سنتيمتر. المسافة الثالثة هي المسافة CF، CF مرورا ب B. لاحظوا معي هنا لابد أن نقوم بعملية الجمع، لأنه لدينا قطعتان مختلفتان. المسافة CB 6 متر في الحقيقة، هي 6 متر في الحقيقة، ونحن نعلم أنه من الشطر الأول من السؤال تعرفنا على أن
المسافة على التصميم بي اف هي 5 سنتيمتر. إذن يجب هنا أن نقوم بماذا؟ بإيجاد المسافة على التصميم، المسافة سي بي. إذن قبل ذلك لابد من من التحويل. 6 متر هي تساوي 600 سنتيمتر. نضربها مرة أخرى في السلم، نختزل مرة أخرى بالأصفار، نجد 6 على 4 هي 1.5 سنتيمتر. الآن سنقوم بعملية ماذا؟ جيد، تري بيان، عملية الجمع. 5 للمسافة BF زائد المسافة CB اللي هي 1.5 سنتيمتر تعطينا 6.5 سنتيمتر. إذن المسافة CF تساوي 6.5 سنتيمتر. نمر إلى آخر تمرين، التمرين الرابع والأخير. الرسم هو تصميم لأرض على شكل مستطيل طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. هذا المستطيل هو تصميم لأرض طوله على التصميم طوله هو 6 سنتيمتر وعرضه هو 3 سنتيمتر. السؤال يقول احسب المساحة الحقيقية. نعم، ليس هناك أي خطأ، لم أقل المسافة، المساحة. نعم، الحقيقية بالمتر مربع إذا علمت أن السلم هو 1/8000. سؤال صعب، أليس كذلك؟ إذا سأترك لكم الوقت للبحث ولإيجاد الجواب. إذن قبل الجواب عن هذا السؤال سأسألكم، كيف نحسب مساحة المستطيل؟ جيد، نضرب الطول في العرض. إذن إذا أردنا أن نحسب المساحة الحقيقية يجب أن نبحث عن ماذا؟ نعم، عن الطول الحقيقي والعرض الحقيقي. إذن لدينا في التصميم طول المستطيل هو 6 سنتيمتر وعرضه هو 3 سنتيمتر. لكي نجد الأبعاد الحقيقية سنستعمل هذه الأبعاد وسلم ماذا؟ سلم التصميم الذي هو 1/8000. إذن لكي نجد الطول الحقيقي للأرض سنضرب 6 في مقام السلم. 6 في 8000 تعطينا 48000 سنتيمتر. نحولها إلى المتر تعطينا 480 متر. نأخذ الآن العرض، العرض الحقيقي للأرض نفس الطريقة، 3 نضربها في 8000 تعطينا 24000 سنتيمتر. نحولها إلى سنتيمتر، نحولها للمتر تعطينا 240 متر. إذن الطول الحقيقي هو 480 متر، العرض الحقيقي هو 240 متر. الآن ماذا سنفعل؟ جيد، إذن سنقوم بضرب 480 في 240 تعطينا 115200 متر مربع. في نهاية هذه الحصة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التمارين. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب والتعليق، ولكم موعد إن شاء الله في مقاطع أخرى سنتطرق فيها إلى نماذج امتحانات الرياضيات الدور الثاني المستوى السادس، وكذلك لامتحانات اللغة الفرنسية. فالمرجو منكم تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.